أن يكون أحدنا رقيبا للآخر، بل هو من يرفع راية الله أكبر. نقف هذا اليوم وقفة استنكار وشجب، لأن أهل العراقيين شعب طيب ومن أحسن الناس، ويبقى العراق اليد الواحدة. عاش العراق! عاش العراق! قمنا بوقفة كشباب وناشطين ومثقفين في محافظة نينوى، وقفنا لنوصل رسالة لجميع العراقيين بأنه نحن عراق واحد وشعب واحد، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم شهدائنا وأن يشافي جرحانا. اليوم كان وقفة تضامنية من ناشطين مدينة الموصل ومن الكوادر التطوعية من الشباب، والأمس كان تبرع بالدم أيضا. هذا ما نستطيع أن نقدمه، وإحنا نساند بكل قوة كل أهلنا بكافة أنحاء العراق من شماله إلى جنوبه. اليوم ناشطو ومثقفون نينوى يستنكرون العمل الإجرامي الذي حدث في بغداد الحبيبة، وأقول إني لا أعجب كيف يخون الخائنون. أيخون الإنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟ الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هنالك أجمل، لأنه يحتضن العراق. وحسرتاه متى أنام وأحس إني على الوسادة من ليلك الصيفي طلى فيه عطرك يا عراق. باسم ناشطي محافظة نينوى ومثقفيها نستنكر هذا العمل الجبان، إن هذا العمل ما يدل إلا عن خسة ومن خفافيش الظلام الذين لم يعد لهم مجال ولا مكان في أرض البلاد العراق العظيم. نحن من أجل العراق مضحين بكل ما نملك، مضحين بدمائنا، مضحين بأرواحنا، مضحين بكل ما نستطيع أن نقدم لهذا العراق. عراقنا سيبقى واحد موحدا، ولن يفرقنا شيء، ولن يجعل هذا العمل يمس من عزيمتنا تجاه وحدتنا. اليوم احنا وقفنا وقفة حداد على أرواح شهدائنا بالعاصمة بغداد. احنا اليوم نستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان اللي قامت به فئة مضللة تدعي الإسلام، طبعا الإسلام بريء منها. احنا اليوم كناشطين كإعلاميين نستنكر هذا الشيء، وإن شاء الله يبقى العراق واحد موحد. طبعا انتم مثل ما شفتم الصور اللي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كلش صور مؤلمة. يعني ما أعرف شلون إنسان يدعي الدين وأنه هو جايب اسم الدين، شلون يستغل هذا الاسم ويجي يقتل هذا الإنسان اللي ماله وذنب. شفتم أنتم أشلاء الناس اللي يعني للطائرة، يعني منظر يعني كلش مخزي، ما يمثل الإنسانية بصلة.